لغايه بقول لك تعالى. ماشي نيجي. يا سهرة بنت يا سهرة. اهلا اهلا يا ست الكل. يا اختي مش تقول ان معاكي ضيوف؟ اه معايا ضيوف. خش يا حربي اتفضل بيت بيتك. ربنا يخليك يا معلم. شوف المعلم حربي يشرب ايه، مش هتاخر عليك. من عينيا يا معلمه اتفضل. تشرب ايه يا سي حربي؟ هو انت اسمك ساره؟ سعيده باذن الله. دمك خفيف يا بنت. ده بس من ذوقك، ما قلتليش تحب تشرب ايه؟ اي حاجة على مزاجك يا قمر انت. بس كده من عيني. اوعى. نهارنا زبادي خلاط. اتفضل يا سي حربي. ده ايه ده يا بت؟ فخفخينة. هي حصلت؟ بس دوه وقول لي ايه رأيك؟ ها عجبك؟ الله. شوف يا بت يا سهرة، كل لما اجي لك هنا عايزك تفخفخيني، أنا أحب الفخفخة على الآخر أنا. ها؟ أنت تأمر يا سي حربي. ما تشوف الشغل يا بت وبطلي مقاسة ولا ماض. من عينيا يا معلمة. تحب اعمل لك فنجان قهوة يروق دمك؟ مش عايزة اسم هاري، شوفي شغلك. امرك يا معلمة. اوعى تكون البنت دي صدعتك برغيها. بس والله يا معلمة دمها خفيف قوي. عارف يا حربي؟ أنا مبسوطة من نفسي قوي. ربنا يبسطك كمان وكمان يا معلمة، بس لا مؤاخذة يعني أقدر أعرف ليه؟ عشان نظرتي في الناس ما بتخيبش. أنا من أول ما شفتك حتى من قبل ما تخش السجن وانا قلت الواد ده غير كل الرجاله اللي بيشتغلوا حواليا. ربنا يكبر بخاطرك. يعني اقدر اقول كده ان انا نلت الرضا؟ انا احب الراجل المفتح. وانا تحت امرك يا معلمه في اي حاجه. فاكر لما قلت لك هيجي اليوم اللي اجربك فيه؟ وانا مستني اليوم ده على نار. وهو جه. تعال اقعد جنبي هنا عشان عايز اتكلم معاك. وانا عندي قول يا معلمه وتحت الامر والطلب. فاكر رجالة رشوان اللي جم لحد المستودع عشان يتعدوا عليا؟ وهم دول يتنسوا؟ لولا وقفتك جنبي انت وزين كان زمان بقى شكلي وحش قوي، وكان زمان هبتي في المنطقة كلها اتهزت. معاش ولا كان اللي يهز هبتك يا معلمة. أنا الراجل ده ليه عنده فلوس كتير قوي، يعني ليه عنده حق، مش عايز يديني فلوسي ومبلطج وبيكابر وكمان بيهددني. أنا بقى عايز أعلم عليه وأعلمه الأدب وأرد له الضربة قلمين تلاتة. في دماغك ترتيب معين؟ الحقيقة لا، أنا عايزك تتصرف أنت بمعرفتك، الموضوع موضوعك، خلصه بطريقتك. سيب الحكاية دي على ربنا وعليا يا معلمة. بس أديني بقول لك عشان ما تقولش المعلمة ما قالتليش، رشوان ده مش سهل وواصل قوي وإيده طايلة. ربنا يقوينا عليه. ولو احتجت أيتها حاجة، رجالة، فلوس، أي حاجة، شاور وأنا أجيبها لك. معلش يا معلمة لا مؤاخذة يعني من غير ما تزعلي مني، رجالتك دول مالهمش أي لازمة. الحكاية دي هخلصها أنا وزين بمعرفتنا في الدرق. لكن اللي أنا عايزه منك دلوقتي بس يعني الفلوس حق الخردة اللي جبتها النهاردة، واللي هجيب لك زيها كل يومين والتاني. امسك دول. إيه دول يا معلمة؟ 2000 جنيه. بس دول كتير قوي. ما يكتروش عليك يا حربي، وبعدين موضوع رشوان اللي انا مدبساك فيه ده محتاج منك مصاريف كتير. قول لي بقى هتنفذ ازاي وامتى؟ لا مش على السخان كده يا معلمه،
انا لازم في الاول اشمشم واشوف كده رشوان ده سكك وايه ونظامه ايه، بعد كده اخطط على مهلي واقول لك هنفذ ازاي وفين. هو ده كلام العقل، عين العقل. طيب سيبك انا بقى معلمه عشان اروح حاسب الرجاله، زمانهم قاعدين مستنين على نار. لا تسيبني ايه، اقعد احنا هنتغدى مع بعض عشان يبقى عيش وملح. لما ارجع لك حقك تالت ومتلت ساعتها بس هاجي اتغدى واتعشى وافطر كمان. مش احسن برضه يا معلم اننا نستنى لغايه لما الواد حابي يجي بالمره؟ الواد حربي لاقيه مخنيس وهيعرف يلم الدور، لما زين عصبي متهور وهيولعها ويبقى كده هم اللي ابتدوا مش احنا. روح يا شيخ ربنا يعمل بيتك. انا مش قلت الترابيزه دي تتشال من هنا؟ كيمو تلاتة شاي على مية بيضة من الحنفية بتاعتي. الواد حربي اتأخر كده ليه؟ الغاب حجته معاه سيد الناس، يخوف اللي يعملها وياخد الفلوس ويكوت. لا دورهم حربي ما يعملهاش، معقولة يسرق عرق الرجالة ويهرب؟ لا ليه لا يا سيد الناس؟ انت ناسي اصله؟ مش حربي ده برضه ابن بياعة الخضار اللي كانت بتسرح بفجل؟ وبعدين ما تنساش يا معلم ان واد واد سجون، طب يمين بالله ده يعملها ويعمل ابوها كمان. وعلى رأي المثل اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. لم كراكيبك يا عم الهيئة انت وهو، محدش يجيب سيرة المعلم حربي وهو مش موجود. انا قلت انت مالك انت يالا، هو حد داسلك على طرف؟ اقعد يا بركه وسيبك منهم. انت مش شايف عم زين بيقولوا ايه؟ وانا جد وانت مش عايز تنرفز. اقعد يا بركه وكبر مخك. انا مخ ده اللي يكبره؟ هو الواد بركه ده عنده مخ من اصله؟ ده اللي يدور عليه يلاقيهم شايلين مخه وحاطين مكانه حبه البركه. انا قلت لك اخلص منك لو. ايه ده، هو بركه ما جاش معاك ليه يا زين؟ ده بيقول اخلص منك لو يا سيد الناس. لا بقى يا معلم، الواد ده لازم يتوفى. جرايا دورهم ايه، هتعافى على الواد ولا ايه؟ هتعافى على الواد وعلى اللي تشدد الواد وعلى اي حد يعلي حسه في المنطقه دي كلها. دي الحكايه جر شاكل بقى. لا جر شاكل ولا حاجه يا زين، بركه قليل الادب ولازم يتعلم ازاي يكلم اسياده. خلي الموضوع ده علينا احنا يا معلم، انا اعرف ربيه ورب اللي يشدد له. الحاج يا زين اللي هيلمس بركة هاخد عمره. يبقى انت اللي صحيت الشيطان اللي جواه يا زين، ولو صحي مش هيعرف ينام. وب عليها يا رجالة. استنى منك لو. ايه يا رجالة؟ في يا معلم أبضايا؟ هو ده اتفاقك مع معلمة انشراح؟ معلمة انشراح قالت ان انا ما تعداش على حد وده حقها. يا معايا التيوي زي ده يهزق الرجالة بتوعي ما عداش ابدا. معلش يا معلم أبضايا، امسحها فين؟ ما عنديش الاوبشن ده. انت بتتلكك بقى يا قبضايا. اسم المعلم قبضايا يالا، المعلم قبضايا. وزين هينضرب يعني هينضرب. هو ما ينفعش يا رجاله افتح علينا المطوه في قلب المنطقه ونقف ساكتين ولا ايه يا جدعان؟ وريني يا قبضايا، وريني هتعمل ايه انت وشويه الجرابيع اللي حواليك دول. استنى يا زين. استنى يا حربي، ما انت سامع يا عم؟ سيب اللي يقول يقول. جرياس يا حربي، هتنخ وتهر برابره ولا ايه؟ يا عم انا لا هنخ ولا ههر برابره، انا مش جاي اتخانق يا معلم قبضايا، انا جاي احاسب الرجاله وادي لكل واحد حسنته واتفق معاهم على شغل بكره كمان. بس الظاهر بقى يا رجاله ان المعلم قبضايا مش عايز حد غيره يسترزق في المنطقه. والظاهر كمان ان انتوا موافقين على الكلام ده، خلاص احنا مش عايزين نولعها، احنا هنسيبها له مخدره ونمشي من المنطقه دي خالص. اما انتم بقى فربنا يكون في عونكم. وربنا على المفتري وقطعين الأرزاق. عم رزق، امسك عم رزق، أنا عايزك تحاسب الرجالة دي كلها وتكرمهم آخر كرم وتديهم الطقطقين كمان. معلش يا رجالة، كان بودي أخدمكم وأكرمكم، لكن أعمل إيه بقى؟ ربنا على المفتري. قوم يا بركة، يلا بينا يا زين. أنا فين يا حربي؟ البلد دي احسن من غيرها، هتروح فين يا ابني؟ هنمشي بقى يا عم رزق، هنمشي، هنمشي ارض الله واسعه وربنا ما بينساش حد. انت مش خارج من الحاره اللي على ظهرك يا حربي. غب عليك. حرام عليكوا، حرام عليكوا، اتقوا الله.
كلكم على ثلاثة. خليك في حالك يا شلحف انت يا معلم قبضايا. هي عافية ولا ايه؟ هو انت كل يوم بخناقة؟ الصبح مع نوفل ودلوقتي مع الرئيس حربي. هو في ايه؟ محدش قادر يقف قصادكو. لا يا رجالة خليكم انتم بعيد عشان محدش يتأذي. وده كلام يا ريس؟ كلنا معاك يا جدع. احنا ما صدقنا نلاقي لقمة حلوة ناكلها. واللي يجري عليك يجري علينا. هي موتة ولا اكتر. ايه يا قبضايا؟ دي مش هتبقى خناقة، هتبقى مجزرة. وإذا كان معاك كام راجل فأنا كمان بقى ورايا رجالة، ولو عايز تخربها ما عنديش مانع أخربها وأقعد على تلاتة. بابا نام. أنا هسامحك يا حربي، مش عشان خاطرك، عشان خاطر المعلمة انشراح. لكن اللي يفكر إنه يأذي رجالتي أو يحلم إنه يضايق المعلم قبضايا هخش له في الحلم وأقتله.